سلام كيري، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ حراره ما نقولش لكم، الموت اليوم عرفتوا الحال مطنطن والله العظيم. الحمد لله على كل حال، الصيف دخل مجهد. المهم اليوم غنشارك معكم واحد الفلوق كوكتيل مخلط جامع من هنا ومن هنا، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني اكثر واكثر، وقولوا لي كيف داير الجو عندكم، واش الحراره؟ الجو عندكم طنطن بحال هنا الشمس قاسحه صراحه، والجو مخنوق. خليكم مع الفيديو، ما تمشيو فين. يلا بنينا. انا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، انا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، انا مزوق اديني معاك الحبيب، انا مزوق فيك اديني نشوف المغرب. انا خديت معكم بعض اللقطات من الطريق، كنت هنا مسافره غادي لمدينه اخرى ما بعيداش بزاف صراحه، قبل من ساعه كان عندي غرض ضروري. خديت معكم بعض اللقطات. انا كنت غادي من بريستول لكارديف، كان اول مره نمشي ليها، فخديت فقط بعض اللقطات من الطريق. دابا غنشارك معكم طبق سريع صيفي سهل، ما فيهش عناء، وكينفع حتى الاوقات الضيقه الا كنتو مزروبين ولا شي حاجه، واهم حاجه انه لذيذ. انا غنشارك معكم هذا الروز في طنجره الضغط، كيجي خطير بزاف بزاف. رتقوا بيا وجربوا ان شاء الله ويعجبكم. صافي هنايا درت حاجه بسيطه ممكن ديروها غدا او العشاء، رافقتو بالقليل من الكفته مشويه، شوية الكوتليت، السلطة، وهذاك مشروب غازي. إيوا الحمد لله، اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال. غنشارك معكم هاد الطبق البسيط، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. غنبدا معكم بالروز، صراحة كيجي سهل ولذيذ وبنين، ما كياخدش الوقت بزاف، تقريبا قل من 30 دقيقة كيكون واجد. المهم هنا أول حاجة خديت بصلة صغيرة شلطتها بهذا الشكل، درت هنا القليل من الزيت المائدة، ممكن تستعملوا زيت الزيتون، وضفت القليل من السمنة. صراحة كتعجبني مع الرز، كتعطي مذاق زوين، وشوية ثومة. صافي غنشحر البصلة ديالي مزيان، أنا كنخليها حتى كتكراميليزا، كتعلك مزيان كيفما كتشوفوا على هاد الشكل. من بعد كيبقى على حسب الرغبة ديالكم، إما كتضيفوا صدر دجاج هكا كيفما ضفتو أنا، أولا كتضيفوا قطع اللحم. صافي غنحرك هكا في هذاك الزيت حتى كيتحمر لي حتى هذاك الصدر ديال الدجاج. الا درتو اللحم فاكيد غادي طيبوه شويه في طنجره الضغط، اللي تزيدوا الروز من بعد، لان الروز ما غاديش ياخذ ليكم الطياب. صافي بحال هكا كنستمر في التحريك. بالنسبه للروز خذوا دائما هذا الروز اللي كيكون هكا طويل، ولا الروز كلاسي، المهم كيكون على هذا الشكل. هنا خديت انا كاس ديال الرز، كيبقى على حسب شحال بغيتو نتوما ديرو. انا خديت عبر هاد الكاس، كتغسلوه مزيان حتى كيحيد منو داك
الماء البيض كحيد منه النشا ديالو كيولي الماء صافي. من بعد ما صفيته غنضيفو على هذاك الدجاج والبصل اللي درت في الاول وغنحركو شويه حتى هو يزيد يتشرب ليا على هذا الشكل. من بعد هنا غنضيف التوابل، استخدمت الملح، التوابل كامله تقريبا استخدمتها، انا غنزيد فلفل احمر، بابريكا، هذه كتعجبني هكا فيها المذاق ديال الباربيكيو، حطيت القليل من الكمون، القليل من الفلفل الاسود، زنجبيل او السكنجبير، كركم اي الخرقوم، وضفت القليل من الفلفل الحار، كيبقى على حسب الرغبة ديالكم، غير هو كيعطي مذاق زوين صافي. وغنستخدم ملعقة صغيرة يعني ما تكتروش معجون الطماطم، القليل من البقدونس المفروم صافي. غنحرك العناصر ديالي حتى تمتزج مزيان، ومن بعد غندوز باش غنمرق، غندير المرق باش يطيب هذا الرز. بالنسبه للماء اللي غتمرقوا به ضروري يكون الماء غليان، هنا ديما في الرز ضيفوا ضعف الكميه ديال الرز، ضيفوها ماء. بحال دابا انا هنا درت كاس واحد رز، غنضيف جوج كيسان ماء، ما غاداش نزيد، الا شكيتوا ان الطنجره ممكن تحرق ليكم ضيفوا نصف كاس فقط، ما تزيدوش بزاف صافي. وكتسدوا عليه وكتسدوا الصفاره حتى كتسمعوها كتبدا تصفر، من بعد كتحسبوا ليه تقريبا، حسبوا ليه تقريبا 15 دقيقه ما تفوتوهاش، وطفوا عليه وكيكون جاهز حول الراحه. ما تنساوش النار تكون مهيله، ما تكونش بين وبين يعني. ها هو الرز ديالي من بعد مجهز، صراحه ما كياخذش الوقت بزاف، تقريبا نص ساعه ما كيناش، كيجي مفرق ما كيجيش ملصق وبنين، اهم حاجه انه بنين. نتمنى انكم تجربوا هنا الاعجاب ديالكم. هنا قلت ضروري نشارك معكم هاد اللقطات من العشيه اللي دوزنا عند الاخت رشيده، صراحه انبسطنا وتمتعنا بالجو، كان الجو واعر، ما حسيناش بالوقت، وجدات لينا الاكل ما شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا هاد السلطه مشكله، وهنا اللحم، اللحم ديال العراسات والمناسبات، غير من الشكل كيبان لكم لذة، والفواكه ما شاء الله الخير موجود. الله يعطيك اختي الصحه، والله يدومها محبه ان شاء الله. اجتمعنا معها وبنياتها والزوج ديالها والاخت احسان البنيه ديالها وانا وبشير، داز عشيه معتبره. كنقول لك اختي شكرا بزاف بزاف، والله يدومها محبه ان شاء الله يا رب العالمين. كان هذا هو الفيديو شاركت معكم اليوم، كوكتيل كل حاجه منها شويه، نتمنى يعجبكم، وما تنساوش دعموني اكثر واكثر بالاشتراك في القناه، خليوا لي اللايك والتعليق. مع السلامه.